إن الصلاة هي الركن الوحيد من أركان الإسلام الذي يتضمن جميع الأركان الخمسة. بني الإسلام على خمس: حديث سيدنا رسول الله، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طب في الصلاة بقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، هذا أول ركن. طيب وإقام الصلاة، ما أنا بصلي، وإيتاء الزكاة، أقتطع جزءا من وقتي كما أقتطع جزءا من مالي في الزكاة، يبقى ده إشارة للزكاة. وصوم رمضان جزء من الوقت أصوم فيه عن الكلام وعن الشراب إلا بذكر الله، طب ماذا صيام؟ بصوم عن الأكل وعن الشرب. طيب والحج، أستشعر أنني في الحج لأنني لا أصلي إلا تجاه القبلة، والقبلة هي الكعبة وهي بيت الله الحرام. يبقى الصلاة بتحتوي على جميع أركان الإسلام الخمسة من شهادتين وصلاة وصيام وزكاة وحج. الواحد يستشعر عظمة الله جل وعلا. طب إزاي يتأدب في الصلاة؟ ربنا يقول لي في القرآن: وأقم الصلاة لذكري. الصلاة ذكر، أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. لما تيجي تصلي أسبغ الوضوء، اتوضى وضوء مظبوط. قال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، قدام البيت نهر بغتسل من النهر خمس مرات كل يوم، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. وفي حديث قلناه وإحنا بنتكلم عن أداب المساجد: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة تلو الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. لما تسبغ الوضوء على المكاره وتنتظر الصلاة تلو الصلاة وتمشي إلى المسجد، ده كأنك مرابط في سبيل الله، كأنك تجاهد في سبيل الله. ده أيضا معنى من معاني التي ينبغي على الإنسان أن يتأدب بها مع الصلاة. طيب إيه تاني من أداب الصلاة؟ الإخلاص لله في العبادة. الإخلاص مهم جدا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. طيب الإخلاص مطلوب في الصلاة، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الإخلاص ده يا إخواننا سر من أسرار الله، أودعه الله في قلب من شاء من عباده. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما عاتب إبليس، وإبليس بيقول له: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. يعني إيه مخلص؟ قالوا: هناك فرق بين المخلص والمخلص. المخلص بكسر اللام هو من أخلص العبادة لله وداوم على إخلاصه في عبادته لربه. طب لما داوم واستمر وبيجدد الإخلاص لله خلصه الله له، فصار من عباد الله المخلصين. يبقى المخلص درجة أقل من المخلص. لما الإنسان أخلص للعبادة، أخلص لله العبادة، خلصه الله له فصار من عباد الله المخلصين. يبقى من أداب الصلاة إن أنا هتوضأ وأسبغ الوضوء قبل الصلاة، وإن أنا هتحلى بالإخلاص. ورضي الله عن سيد ابن عطاء الله السكندري يقول: الأعمال صور قائمة، عاملة زي الدمية بتاع الملابس اللي بنشوفها في المحلات. الأعمال صور قائمة وروحها وجود الإخلاص فيها. ورضي الله عن سيدنا ابن حجر إذ يقول في فتح الباري في مقدمة حديث: إنما الأعمال بالنيات، عمدة الدين عندنا كلمات، مسندات من قول خير البرية، أترك المشبهات وازهد، ودع ما ليس يعنيك واعملا بنية.
لازم النية تتحول العادة إلى عبادة بالإيه؟ بالنيات. ربنا يرزقنا الأدب في الصلاة ويرزقنا التخلق بأخلاق رسول الله. قولوا آمين.